بسم الله الرحمن الرحيم. من على ملعب السد في محافظة نينوى ننقل لكم المباراة النهائية لبطولة السلام الأولى، وهذه البطولة تتضمن القرى المجاورة لسد بادوش. كان مجموع الفرق المشاركة 6 فرق على مجموعتين، الأولى كان الحرية والوفاء والنجوم، والمجموعة الثانية كان الوحدة والجمالية وعلم لوف. هذا فريق الحرية. هذه هي المباراة النهائية التي تجمع فريق علم لوك والحرية. هذا مدرب فريق الحرية. وهذا هو فريق علم لوك يجري التمرينات في الملعب. أشرف على هذه البطولة كل من السيد بشير يونس ورافع الياس وحسين أحمد ومحمد الله. وأدار المباراة الحكام كحكم أول بشير يونس ورافع الياس وحسين أحمد. نحن الآن في انتظار صافرة الحكم لبدء هذه المباراة المهمة، وهذا جانب من الجمهور الذي حضر هذا الملعب كل لتشجيع فريقه. جمع كبير من الجماهير حضر هذه المباراة النهائية. طبعا هذه الفرق قسمت كما قلنا لمجموعتين، وكانت المباراة النهائية بين النجوم والوحدة على المركز الثالث والرابع. والآن المباراة النهائية بين الحرية وعلم لوك، وهما أقوى الفريقين في الدورة. نحن الآن ننتظر صافرة الحكم. هذا هو بشير يونس حكم أول، ثم حسين أحمد مؤشر خط، والسيد رافع الياس هذا هو حارس مرمى، فريق الحرية عاصي عاصم محمد حسين، وهذا هو حمودي الملة دفاع، وهذا أخيه علي الملة دفاع أيضا، وشامل الياس هجوم، وعمار ماجد وسط، والياس خضر وسط، وتحسين محمد ذنون الدفاع الوسط. وهذا راكان محمد حسين، وهذا ثامر إبراهيم هجوم، وهذا فرسة علي لاعب خطر في الوسط، وقحطان ذنون لاعب الدفاع. هذه
هذه هي التشكيلة الأساسية لفريق الحرية، وهو يمثل قرية الشيخ محمد، وهذا أحد المشجعين البارزين هو أبو زينة، وهم الاحتياط، احتياط فريق الحرية، أحمد إبراهيم وثامر محمد ومشعل صالح ومحمد أحمد ومحمد نذير ونافع نياس وناظم ياسين وضياء محمد، هؤلاء هم احتياطي فريق الحرية الذي يمثل قرية الشيخ محمد. الآن هذه هي تشكيلة الفريق الثاني، فريق علم لوك، خالد طه حارس المرمى، وعدي أحمد صخر الدفاع، فريق علم لوك دفاع متأخر، وصمام أمان فريق علم لوك، واصل حان عبد الله دفاع يمين، لاعب جيد وسريع، ومحمود يونس دفاع يسار، وأحمد حميد دفاع وسط، ومحسن خضير لاعب وسط، ونوري حميد جناح، لاعب سريع وجيد، وركان عبد الله جناح يمين، وذنون حميد هجوم، وتحسين حسن، وهذا خزع الحميد، وهؤلاء هم لاعبي الاحتياط، فتح ياسين وعدنان هاشم وغزوان نواف وياسر خضير، هؤلاء هم احتياطي فريق علم لوك، وهذه الفرق أقوى فريقين في الدورة، وكانوا يستحقون أن تكون المباراة النهائية بينهما، لاعبين جيدين، ونحن بانتظار بدء المباراة. هذا هو طاقم التحكيم، بشير يونس، ورافع الياس، وحسين أحمد، الحكم يجري القرعة بين الفريقين، بين اللاعب محسن كابتن فريق علم لوك وكابتن فريق الحرية ممثلا عن قرية الشيخ محمد. نحن ننتظر صافرة حكم لبدء هذه المباراة، ونتمنى أن تكون بالدرجة الأولى مباراة نظيفة وبعيدة عن الخشونة.
الآن صافرة الحكم تعلن، الحكم يؤشر على مؤشر الخط، وتبدأ المباراة بين هذين الفريقين القويين. وهذه هجمة في بداية المباراة على فريق الحرية. لا زالت المباراة في بدايتها، وهذه هجمة لفريق على بلوك، ضربة قوية مرتدة، صافرة الحكم تعلن، خطأ لصالح فريق على بلوك. وتنفذ ضربة الفاول، ويؤشر مؤشر الخط بتسلل خالد محمد. يبدأ المباراة، وهذا فريق الحرية، وهذا عدي، فاول فاول عدي أحمد، ينفذ ضربة الفاول، ضربة قوية باتجاه فريق الحرية، ويقطع فريق الحرية. حلوة الفريقين، ضربة جانبية لصالح فريق الملوك، وهجمة لصالح فريق الملوك مقطوعة من فريق الحرية. وضربة جانبية تنفذ من فريق الحرية، وهجمة لصالح فريق الحرية، هجمة خطرة، ومناولات قصيرة وجيدة، وهجمة مقطوعة من الدفاع، ولا زالت داخل منطقة فريق الملوك وتبعد إلى خارج الملعب. وهذا جمهور، وهذه أول هجمة جميلة وخطرة على فريق الملوك، والجمهور يشجع اللعب الجميل والنظيف. وضربة ركنية لصالح فريق الحرية، وهي أول ضربة ركنية في هذه المباراة الجميلة. تنفذ ضربة إلى داخل الملعب، وبالرأس مقطوعة من دفاع فريق الملوك، ومرة أخرى ضربة قوية مقطوعة من الدفاع أيضا، ولا زالت في منطقة فريق الملوك، مقطوعة أيضا من الدفاع، وخطرة على فريق الملوك، ويبعدها اللاعب، وضربة قوية يخرجها الدفاع عدي أحمد من الملعب، ينقذ المرمى عدي أحمد من هدف محقق. وخطأ عدي أحمد ينفذ، هذا عدي أحمد أنقذ مرماه. وعمار، حلوة يا عمار، عدي مقطوعة حلوة، وترجع إلى خالد طه. حلوة يا خالد طه، العب يا خالد طه، واللعبة إلى داخل الملعب، مرتدة محمد ملة ونوري، عمار الله، لا زالت الكرة، وهجمة مقطوعة من فريق الحرية، وضاعت هذه الهجمة، والكرة لازالت بالنص، تحسين حلوة عدي مرت، وما بها شيء، هجمة الحقيقة أشر مؤشر خط بالمساعد الأول، أعلن عن تسلل للصالح فريق الملوك. يلا يا عدي، ركز ركز يا فريق الازرق، ركز
ضربة قوية يقطعها فريق الحرية ويتركها لاعب فريق الحرية تخرج خارج الملعب. الياس يرمي الضربة وحلوة يا عمار، تحسين على الملة، أبعد كرة، عبرت الكرة، حلوة يا نوري، ارجع الكرة أعلن المساعد الأول عن تسلل. هذا عاصي وعلي الملة، وهذا اللاعب جيد جدا، نجم الدفاع، ينفذ الضربة، ضربة قوية ومقطوعة من فريق على ملوك. وهذه هجمة، يلا يا نوري، يلا يا نوري، راوينا لعبك يا نوري، وتحويلة جيدة مقطوعة وإلى دفاع فريق الحرية. يلا، هذا جمهور متعاطف مع اللعب الجميل، وما كنت عفوا كما تعلمون ان الفرق هي اخوة والجميع يشجعون اللعب الجميل. هذا جانب اخر من الجمهور، مدرب فريق الحرية واحتياطي الفريق، هذا المدرب انه قلق على فريقه. وهنا لاعب ساقط، ذنون حميد، ذنون حميد، سلامات يا ذنون حميد، فريق على ملوك ونهض، سلامات، تبدأ المباراة. وهجمة لفريق الحرية مقطوعة، مقطوعة، يقظ دفاع على ملوك، ولا زالت الكرة تحت سيطرة على ملوك، وضربة قوية باتجاه مشتركة بين اللاعبين وتخرج إلى خارج الملعب. فريق الحرية قحطان ذنون، قحطان ذنون رقم 13، والرمية الياس خضر، مصلحة فريق الحرية مقطوع، الله، صفر الحكم، يعلن فاول لصالح فريق على ملوك. عدي احمد، الدفاع المتاخر وصخرة الدفاع، ينفذ هذه الضربة، ضربة قوية باتجاه فريق الحرية ومقطوعة من دفاع الحرية، وضربة أخرى قوية، وعلي الملة، الدفاع المتأخر، والياس، وقحطان، وضربة مشتركة، ويصفر الحكم، فاول لمصلحة فريق الحرية على اللاعب ذنون. يلا يا شباب، على الملا، ضربة قوية باتجاه فريق على ملاك، وخطرة، ينقذ مرمى خالد طه، الله يا خالد طه، هاي الثاني ضربة خطرة في هذه المباراة على فريق على ملاك، ولا زال الحرية ضاغط، وهذه ضربة الزاوية نفذت، مقطوعة، نوري قطع الكرة لصالح فريقه وابعدها عن مرمى، ومرة اخرى الى الحرية وتخرج الى خارج الملعب. الحقيقة فريق الحرية ضاغط، وهجمتين خطرة جدا جدا كانت على فريق على ملوك، الاولى اخرجها عدي احمد، وخالد انقذ مرمى من ضربة قوية اخرجها من فوق العارضة، وهذا صاحب الرمية قحطان، قحطان ذنون، حلوة ومقطوعة، نوري مشي يا نوري، العب، ثامر، ثامر يقطع الكرة، جيد، الله خطرة، وتبعد من دفاع الفريق الحرية. هذا راكان، حلوة يا راكان، كانت خطرة جميلة، لكن الدفاع كان يقظ وابعدها. يلا يا راكان، احنا نريد نشوف فيك لعب، وهذه رمية، رمية ركنية لصالح فريق على ملوك،
حيا الله فريق على ملوك، ونحن نشجع الفريق. الله ضربة قوية، لا 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 للأسف الكرة إلى داخل الملعب وبعيدة ومرتدة، ولكن مقطوعة من الدفاع المتماسك. دفاع على بلوك، دفاع يقظ يقظ ومتماسك، والآن هجمة مرتدة مرتدة. يلا ماشي، وعلي الملة يقطعها، علي الملة بالمرصاد لكل هجوم، وهاي هجمة مرتدة. الله الله يا عدي، حلو يا عدي احمد، يهدي لعب ويدفع. الله ركان، ومره اخرى لعدي، مقطوعه لعبه جميله. عدي يبعدها عن مرماه، يبعد الخطوره عن مرماه، ويصفر الحكم. اوف سايد. احنا نرحب بالجمهور الكبير الذي حضر هذه المباراة، وحقيقة نحيي حضور هؤلاء الأشخاص لمؤازرة فرقهم. هؤلاء هم احتياطي فريق على ملوك، وهاي ضربة لصالح فريق الحرية نفذت، ومقطوعة. ثامر ابراهيم يرجعها الى علي الملا، وعلي الملا ضربه قويه المتاخر، وين يا علي؟ حلوه داخل، لا زالت خطره، ابعدها دفاع وخطره امام خالد طه. يلا يا ثامر، لا زالت خطره، وينفذها وبالراس يبعدها جيك. سرحان ابعد كره خطره جدا، ومره اخرى ما بيها شيء يقول الحكم، رجعت مره ثانيه، ولا زالت خطرة على فريق على ملوك، وفرصة جميلة وابعدها ايضا عدي احمد من حلق المرمى. للمرة الثانية انقذ فريق على ملوك من هجمة خطرة الحقيقة، وابعدت الى ضربة زاوية. الجمهور يريد هدف، و يا ثامر ابراهيم نفذ ضربة الزاوية، ضربة قوية وجميلة، ومعودة من الدفاع مرة أخرى وخطرة. الله، ولا زالت أبعدت ومرة أخرى، وحقيقة هجوم مستمر على فريق على ملوك، وفريق الحرية ضاغط جدا، وهجمات جميلة ومناولات جميلة، ونحن نشجع هذا اللعب الجميل، وهذا هو الجمهور يشجع على اللعب الجميل والنظيف، ويشجعون فرقهم. والظاهر هناك ضربة خطرة الظاهر، لأن الجمهور وهذا المدرب طبعا قلق جدا، وهذا حال كل المدربين، يكون قلق أكثر من لاعب داخل الساحة. وهذا جمع كبير من، ولا زالت الكرة، وضربة لصالح فريق الحرية. هاي كرة طايشة، هاي إلى على ملوك، وعلى ملوك تحويلها ويقطعها. الله حلوة الدفاع، الله الله على اللعبة عليك، وخطرة، ومرة أخرى مقطوعة. يلا يا شامل، وشامل يراوغ، 1-2-3، لعب جميل ويحولها، للأسف تخرج إلى خارج الملعب. وين يا شامل، وين هاي؟ ونحن شاهدنا في الشوط الأول أكثر من هجمتين للحرية، وهجمة واحدة تقريبا قاد ركان إلى فريق الحرية. هذا فرسد، لاعب جيد ونشيط وسريع، فرسد علي،
واعد يا احمد. حلوه يا تحسين، حلوه يا تحسين. ويعلن الحكم فاول لمصلحة فريق الحرية. ورقم 12 ينفذ هذه الضربة. فارسد علي هذا اللاعب الخطر والسريع ينفذ الضربة وقوية باتجاه فريق وينقذ. هذا هدف، هدف لصالح فريق، والظاهر ان هذا الهدف الغي. كان هدف جميل جدا وضربه جميله من فرست، واحنا كنا فرست لاعب خطر. وهناك تشاور بين مساعد الحكم والحكم، ويقرر الحكم ان الهدف لم يكن صحيح، الهدف لم يكن صحيح. يلا شباب، اللعب النظيف. هذا هو مساعد الحكم، ومساعد يقظ، ولا زالت الكرة بين الفريقين. والآن الكرة باتجاه خالد، ضربة جانبية لصالح فريق علم لوك. مش الخط يبعد الجماهير عن خط الملعب، تبدأ المباراة مرة أخرى. تنفذ ضربة وايصف الحكم، فاول لصالح فريق الحرية، فاول لصالح فريق الحرية. كان هدف جميل من فرست، ولكن ألغي هذا الهدف. وما زال التنافس مستمر بين الفريقين، كرة مشتركة بين الفريقين. و محمد الملا، والله الله، و لا زالت جيد يا نوري على الملا مرة أخرى، ويبعدها عن الملا ويصفر الحكم في هذه الحالة. فاول، فاول، فاول لصالح علي الملا. وخلع، الله يا عاصي، كانت خطرة هذه، خطرة رغم أنها خفيفة. وهذه الهجمة الثانية لهم، ومقطوعة من فريق الأملاك، ولا زالت في ملعب فريق الحرية. ويعلن الحكم عن فاول، فاول على لاعب قحطان لصالح فريق الأملوك. منو ينفذ؟ منو ينفذ؟ منو ينفذ؟ احمد عبد الحميد، يلا يا ابو شهاب نفذ هاي الكرة. وضربة جيدة جدا داخل الملعب، ومبعودة من الدفاع. ومرة أخرى على الأملوك، وضربة قوية للأسف خفيفة على مرمى. وهذا عاصي، لا زال عاصي على فريق الأملوك، لم يستطيعون اختراق مرمى. والكرة عالية وداخل الملعب ومتنقلة على الرأس. وأحمد حميد، أحمد حميد، الله الله، يصفر الحكم. خطأ على اللاعب الياس لصالح فريق الأملوك. نحن نتمنى أن نشاهد هدف لتكون المباراة حماسية أكثر، رغم أنها حماسية وجيدة ونظيفة. وقحطان ثامر، مقطوعة ما فيها شيء، وهجمة، هجم، الله الله الله، حرية. وحارس المرمى خبيرة، وكادت تدخل مرمى خالد. الله الله، خالد طه، ايش بك يا خالد طه؟ سقطت الكرة من خالد طه وكادت تدخل مرماه لولا عدي. خالد طه، هذا الخطأ كان أبطأ الفوز لفريق الحرية على طبق المذاب. كانت ضربة خفيفة ولكن لم يسيطر عليها، وسقطت من يده بين رجليه لولا أحد أفراد الدفاع أبعد هذه الكرة. الحقيقة تقال ان المباراة لحد الان نظيفة، وتنافس شريف، ومباراة جميلة. ومشاورة بين مساعد الحكم و
حكم المباراة رافع الياس وبشير يونس، وهذا فاول، فاول هذا السيد حميد حاج أحمد مختار على الملوك، نحيي حضوره. نحيي حضور هؤلاء الأشخاص الكرام يوازرون شبابهم في هذه المباراة الجميلة. وهذا الأستاذ أحمد يونس، وفاول لصالح فريق الحرية. يلا يلا أبيض، ثامر ابراهيم على التنفيذ، ضربة حرة، يلا يا ثامر، عالية جدا وداخل الملعب. يصفر الحكم، تسلل لصالح فريق الملوك. هؤلاء كما قلنا مشجعين فريق الحرية، الظهر لأنهم يقفون خلف مرمى. حضروا إلى هذه المباراة، وهذا عاصي محمد حارس مرمى الحرية. رمية جانبية على الملعب، تنفذ هذا الرمي، يلا يا نوري، وتخرج. الظاهر صفر الحكم. يا اخي ثبت نفسك على الرميه وارمي الرميه الصحيحه. ليه؟ وجيد، تحويله جيده، ولا زالت. صفر الحكم. فاول لصالح الملوك، وهذا على التنفيذ. من هو اللاعب اللي راح ينفذ؟ احمد حميد، يلا يا احمد، نفذ الكره لا تضيع وقت، والى منتصف الملعب، ويلا ما بيشي خطره، يلا يا اخي، وعاصي ينقذ مرمى. حلوه حلوه يا عاصي، صاحي صاحي عاصي، الظاهر انه صاحي من هاي اللعبه. الله 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 الله، سلامات. وهاي روح رياضيه جميله بين اللاعبين الاخوه، والحكم يعطي بطاقة صفراء إلى اللاعب، وبطاقة صفراء إلى اللاعب ذنون، اللاعب ذنون عبد الحميد. وصفر الحكم، تنفذ الضربة واصطدت بالجدار داخل الكرة. شامل اقرب واحد الى الكره، ولا زالت كره عند شامل. واحد اثنين، حمود المله، المان يا حمودي، وكره طايشه. حلوه يا ثامر، ما في شيء. الحكم يقول واس، الحكم مره اخرى بطاقه صفراء، بطاقه صفراء على اللاعب ثامر ابراهيم. الحكم يعلن بطاقة صفراء على اللاعب ثامر ابراهيم، وظهر ارتكز على لاعب اخر. ونقاش بين الحكم بشير يونس والمؤشر رافع الياس، وثامر ابراهيم يحصل على انذار بسبب ارتكازه على لاعب اخر. اللعبه ينفذها، احمد حميد على التنفيذ، ضربه قويه ومقطوعه من فريق الحريه، والياس، ومره اخرى مرتده، وبيد فريق الملوك، و قطعت كرة، والحكم يعطي فاول، فاول. ثامر ابراهيم صاحب البطاقة الصفراء في المباراة، ساقط على الأرض،
وضربة لصالح فريق ضربة حرة مباشرة ينفذها فرسد علي، وهذا لاعب خطر وضربات قوية. يلا يا فرسد، ويصفر حكم. يلا يا فرسد، وضربة قوية داخل الملعب، وإلا يد الحكم يعلن لمسة يد من قبل الجدار، وتعاد اللعبة، تعاد الضربة. وهذا فرست مرة أخرى، يلا يا فرست، وضربة من فرست علي على داخل الملعب ومبعودة من الدفاع، ومرة أخرى وإلى داخل ملعب جزاء على الملوك، ومرة أخرى حمود الملا، حلوة يا خزعل، ومبعودة من وأفصايد، أفصايد على الحرية، والظاهر يوجد كرة ثانية في الساحة، لذلك أوقف اللعب الحكم. وهذا محسن كثير الاعتراض والتظلم، وإسقاط الكرة، وخطرة لصالح فريق الحرية، ويقطع دفاع. حلوة يا ركان، عبر واحد اثنين، نوري ركان، هذا رقم 12، رقم 12 ينفذ الضربة أيضا. فرسد علي، يلا يلا يا فرسد، وأكثر الضربات الحرة اللي نفذها فرسد ضربات قوية وموزونة وجيدة، وإلى الملعب، ويبعد كرة خطرة جدا، خالد طال المرة الثانية. حلوة يا حارس مرمى، حلوة يا حارس مرمى، حلوة جميلة، يبعد كرة خطرة على المرمى. وهذا عدي أحمد متأخر، وصخرة دفاع فريق على ملوك، وركان تحويله، وظهر مقطوعة، ولا زالت مشتركة بين الفريقين. يؤشر مؤشر خط جانبية، الظهر فاول، جانبية يا أخي، جانبية، ولا زالت لصالح على ملوك خطرة، ومبعودة من دفاع فريق الحرية ذنون. وأحمد الملة، كرة عالية طائشة، خزعل، وحارس المرمى عاصي يضربها الفرسك، ويقطعها فريق الملوك إلى مشاورات بين مؤشر الخط وحارس المرمى، عفوا، وحكم المباراة. والحكم مع المساعد الأول يعتبر هذه ضربة حرة غير مباشرة لصالح فريق الحرية. الظهر عدي أو ركان حجز اللاعب، واعتبر هذا فاول لصالحهم. والشام داخل المربع، وخطره جدا ومبعوده. ضاعت هذه الكره الجميله المرفوعه داخل المربع، ضاعت. وهذا عدي احمد، عدي احمد، يلا يا عدي، ورق رغم كل شيء فهو يقظ وصاحي، والياس، وذنون، محمد الملا مقطوع، وضربة جانبية، ضربة جانبية
على التنفيذ سرحان، سرحان ظهر، هناك تبديل، خرج راكان ودخل احمد ابراهيم، وهذا لاعب طاقة وحيوية وسريع، وخرج اللاعب راكان وبسبب اصابته لانه قاد هجمة خطرة جدا وتعرض الى مضايقة، حصل من جراها على فاول، وبعدها الظاهر المدرب اخرجه لعدم استطاعته اكمال المباراة، وهذا فاول لصالح الريال، مضروبة عالية ما فيها شيء داخل الملعب ومقطوعة مشتركة ولا زالت خطرة، ويأشر المساعد الأول. وظهر ضربة حرة لصالح فريق الحرية على التنفيذ، هما لاعبين ثامر ابراهيم رقم 10 وفرسد علي رقم 12، واثنينهم لاعبين فنانين في الوسط، وفرسد كما قلنا اكثر الضربات ينفذها فرسد، يلا يا فرسد، والحكم الظاهر مشاهدة كرامية بين راكان واحمد، ومبعودة من امام مرمى فريق على ملوك، حلوة يا عدي يا احمد، على الخارج، على الخارج وملعوبة، وضربة قوية من فريق الحرية، ومرة أخرى ضربات على التعيين ورسالة مشتركة وغير مستقرة الكرة، والحكم يقول العب ماكو شيء، ولا زالت الكرة تنتقل بين، الله الله على الفنية يا الملة، ثامر ابراهيم، احمد ابراهيم، احمد بديل الناجح الذي دخل بديل سريع، احمد احمد يلا يا احمد يبر الكرة الى فرسد علي، فرسد علي، فرسد علي داخل، يراوغ اثنين ثلاثة، تخرج تخرج تخرج، ومع هذا لصالح فريق الحرية، يلا فرسد ينفذ راسا، عمار المن يا عمار المن، ونوري يلا يا نوري، خزعل قطعت الكرة ويصفر الحكم، الحرية الياس إلى أحمد البديل الأول، فرسد فرسد وخطرة وهجمة خطرة، يلا يا عمار، مقطوعة من ثلاث لاعبين من فريق على ملوك، وهجمة مرتدة وخطرة، يلا يا نوري، الله الله الله، مقطوعة وإلى عاصي، يبعد براس عاصي، وهذه خطرة مرة أخرى إلى فريق على ملوك، والله الله، الحكم يمشي يقول ماكو شيء، يلا تحسين، يلا تحسين، تحسين انقذ مرماه، ولا زالت واتلك للاسف عمار، يلا عمار، يا عمار، يا عمار، عدي 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 بالمرصاد، والحكم الله، الظاهر لاعبين ساقطين، من هو اللاعبين؟ لاعبين، هذا راكان والثاني اللي ساقط، واحمد عبد الحميد، وسلامات للاعبين اثنين، يلا يا احمد، يلا سلامات يا احمد، يلا يا احمد عبد الحميد، واسقى كرة وتستمر ولصالح فريق على ملوك، مقطوعة الحرية، ومرة أخرى على ملوك، ومشترك إلى والآن إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الحرية،
على التنفيذ. قحطان ذنون ينفذ الكرة إلى عمار ماجد، ولا زالت الكرة الحرية، الحرية لا الحرية، وهجمة أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم الله طول الطول إلى الخارج. ضربة مرمى لصالح فريق على ملوك، وهذا خالد طه أنقذ مرمى من ضربتين خطرتين جدا. وعدي ينفذ ونفذها خالد، خالد طه ونوري، حلوة يا نوري، حلوة يا نوري، الله بالكعب جميلة وخطرة لفرق، وهجمة هجمة حارس مرمى الله الله يبعدها على الملة، على الملة صمام الأمان، حلوة على الملة. ولا زالت الظهر الظهر ضربة ركنية، وهذه في نهاية الدقائق الأخيرة، الدقائق الأخيرة للشوط الأول، والجمهور يريد جول، وأنا أريد جول على مود تصير المنافسة أكثر، لكن نتمنى الفوز للفريقين، يلعب النظيف، يلا، وأحمد تلعب، وخطرة مبعودة من الدفاع، قحطان ولا زالت حرية، تنقطع الكرة، قحطان ظنين يبعد الكرة مرة أخرى، وخطرة، خطرة، خطرة. الظهر رمية جانبية، ما شفنا هجمات كثيرة من فريق على ملوك، والريد مستوى المباراة يرتقي الأفضل، ما الريد كثرة الصافرات والفاولات، وتنفذ على ملوك وتتحول، تتحول لمصلحة فريق الحرية على التنفيذ. ياس خضر وينفذها، فرست عليه ما بيها شيء، يلا احمد ابراهيم، والكرة شعلا تتحول للحرية، يلا احمد وفرصة ثامرة، ويعتمدون فريق الحرية على الهجوم على جهة واحدة، جهة اليمين بالنسبة لفريقه، وتنفذ احمد ابراهيم، يلا يا احمد ابراهيم، ضربة جميلة وعالية داخل منطقة الجزاء، ويبعدها الدفاع مرة أخرى، والحكم شعلن، الله يا حكم، الظهر فاول، فاول. والدقائق الأخيرة من ينظر إلى ساعته الحكم، وخرجت الكرة، خرجت الكرة. الحقيقة شفنا الشوط جميل جدا، والحكم يا أخي كانت الرمية خطأ، لذلك صارت الياس، الله عمر، وجميلة، يلا يا أخي عمار طويلة، الله الله إلى حارس المرمى خالد طه، حلو يا خالد طه، أي خالد طه يقف عمار في الدائرة، ومرة أخرى ما بيها شيء، ومستمرة خزعل، تتحول إلى ضربة جانبية إلى صالح فريق الحرية. يلا يا قحطان ذنون ينفذ الضربة الجانبية، حلوة حروق، الله يا نوري أبعد الكرة، وركان أبعد الكرة أيضا، ولا زالت في منتصف الملعب، يلا يا نوري، خطرة جدا خطرة، و الله الله أوفسايد، ولا زال محسن يعتذر، والحكم جميلة، وفرست، يلا يا فرست، الله أكبر، الله يا عمار مشتركة بيناتهم، ولا زالت هجمة مقطوعة، ولصالح، ويبعد تحسين مرة أخرى، قحطان، فريق الحرية ضاغط، و الظاهر فاول، تسلل، الظاهر فريق على ملوك خطة تسلل ناجحة 100%، نفذ أكثر من مرة، وهذا يلا يا عدي، يلا يا عدي أحمد، الآن
احنا لاحظنا اكثر من حاله تسلل. يلا يا احمد ينفذ الكره الى داخل الملعب، وهذا تحسين، الله الله، دفاع يقظ تحسين ويبعدها جدا الى الله، لا خطره خطره جدا الى وخال، حارس المرمى حارس المرمى، ولكن يصفر الحكم، ما نعرف شو يشير، ما نعرف شو يشير هذا الحكم. الله يا حكم، الظاهر كان ضربه وهي صحيحه لانه كان خارج المربع. فرصة علي ورقم 4 ثم الياس ذنون، الله يلا يلا، وخفيفة قوية مضروبة، ماتت الكرة وضاعت، ومرة أخرى إلى داخل الملعب، ومرة أخرى يبعد الدفاع، ولا زالت خطرة يا فرست قوية ومتبادلة، وهذه بها جول لكن تبعد، تنصد مرة أخرى إلى الخارج، كانت خطرة جدا جدا من الله الله الله. ودقائق الأخيرة من المباراة، ويصفر الحكم بشير يونس عن نهاية الشوط الأول عن هذه المباراة الجميلة والتنافس الشريف والنظيف، وشاهدنا مباراة جميل جدا، وهؤلاء هم اللاعبين، هذا كانوا لاعبين جيدين، خزعل ونوري وراكان ومحمد الملا والياس وقحطان وحارس المرمى خلطها بعد عن مرمى الحقيقة أكثر من كرة، وهذه نهاية الشوط الأول، هذه بداية الشوط